السلام عليكم اخوان. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا البروبليم دو ديماراج البو في فولكسواغن بولو 1.4. هنا راه عندنا كما كتشوفوا المشكل في لا بومب دو غافاج. هنا راه فيها البليسون مو. هنا ملي كدير لاسبيراسيون ملي كتجر ليسونس ومن هنا الرفول مو ملي كتخرج. هذه راه لقيناها مكوانسيه، جبنا هذه جديده. هذه هي كما كتشوفوا راه فيها البليسون موان ديالها. كيكون واحد شويه في المشكله في هذوك في هاد الفيشات اللي لداخل، كاين المارك اللي فيه الفيشات رقاق وكاين المارك اللي فيه الفيشات غلاط. هنا راه كتحيد الفيش وتقدر تموضي فيه تركب الرقيق ولا الغليظ. كما كتشوفوا راه فيها هي البليسون موان وفيها البلاصه ديال الرفول موان بلاصه ديال لاسبيراسيون. هنا راه ملي كنديروا الكونطاك راه ما كتسمعش ساكته، ما كتسمعش كتسبيري. وليسونس ملي حيدتيو من القدام حنا كما غادي تشوفوا ان شاء الله في الفيديو راه ما كانتلوحش ليسونس. هذا هو البروبليم ديالها. ان شاء الله غنحيدوا هاد الكاش هذا ديال الريزرفوار ونحيدوا لي تويو ديالها، نحيدوا الفيش ديال اللي جايب ليها الضو. ان شاء الله نكملوا معكم الفيديو. هنايا الاخوان غنشوفوا الطريقه كيفاش غنحيدوا هاد الجبد لا بومب من الريزرفوار. كنحيدوا التيوات نديرهم في الجنب، نحاولوا نديرهم تحت ديك الطوله ديال الكاروسري، نحيدوا الفيش ديال لاليمونطاسيون. بعد ما كنحيدو التيوات نطرفوهم كندوزو لهاد الكاش ديال الريزرفوار نحلوه. هي الطريقة كدير طورلون فيس بشي حاجات كيما ماضياش و حيت كيكون هو مزير مزيان كتضرب بشوية فوق الجنيبات تبي تحل وتبعي بحال مكايا و راه تحل ساهل. ضروري دابا خاص التيوات نحيدوهم نديرهم في الجنب. بعد ما كنحيدو التيوات نديرهم لتحت كنحيدو الكاش صافي. وكتبقى لينا لا بومب راه في لا جوج ديالها. ساهله بالبسط طلع ساهله، تجر لها التيوات في الجنب وطلع ساهله. هنا بعد ما كطلع عند لاجوج خاص ضروري تكي باش يخرج لك شويه ليسانس اللي كيكون مجموع تما. هنايا باش نجبدو لا بومب كنحيدو ديجا راه رخفت هاد الفيسات اربعه كنحيدوهم بطريقه سهله باش كتفصل هاد لاجوج هادي. تحيد هاد ربعه الفيسات وكدير طورنوفيس بلاط وكتقعد كتقعد الجنيبات من هنايا باش تقسم هي على جوج باش تجبد لابوم ديالك. هنايا بعد ما فصلنا لاجوج راه ركبت حيت لابوم القديمة وركبت هاد الجديدة صافي. راه كتركب ليها التيو كتركب ليها الخيوط الزائد والناقص وكترجع ليها. واحد القضية ديال دوك لي جوان طوريك راهم كاينين لداخل ضروري يكونوا في بلايصهم. ولا بومب كتحط هذيك البارتي راه كتحط لداخل في ديك في الفلتر كاين تما واحد الشبكه تحت ضروري تركب فيها. هي هذه الاخوان الشبكه هادشي اللي كاين. صافي
دير السعد راح يكون طاق. عاود طفي وعاود شعل. عاود شعل. بارك. طفي. انتما كما كتشوفوا الاخوان الموتور امارش. المشكل كان هو البومب دو غافاج. وراه صلحنا المشكل. شفتوا كيفاش وصلنا للبومب. هادشي اللي كاين الاخوان. تحياتي لكم. ما تنساوش لايك سبسكرايب. وتحياتي لكم الاخوان.